في الحقيقة التعامل يتم تعامل واحد، كل من يدخل مكافحة الإرهاب يخضع للتحقيق، وعندما نقول التحقيق هناك تهم جاهزة وإفادات كاملة، يجب على الذي يعتقل يتم اعتقاله عليه أن يعترف، وإلا يتم تعليقه في سقف السجن ويتم ضربه بشكل مؤلم جدا، وأنا شاهدت ذلك. نعم. ويتم تغطيته بالماء البارد، ونحن نتحدث في شهر 11 في مدينة من السنة، ونتحدث عن برد قارد جدا. نعم. أنا شاهدت أبرياء يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، وأنا منهم طبعا بالمناسبة. وقد يعني تم إدخالي المستشفى خلال 10 أيام، دخلت المستشفى 3 مرات ولدي تقرير طبي بذلك. يعني فالذي يدخل مكافحة الإرهاب تشابه أسماء أو قيادي كبير في عناصر التنظيم أو غيره، يدخل عليه أن يعترف بذلك، وإلا سيجد الويل ثم الويل ثم الويل. ونتحدث عن أشخاص أبرياء يدخلون السجن بمجرد مشاهدتهم الناس التي تتعذب هناك، يتم يوافقون على الاعتراف وهم من خيرة المجتمع وأبناء عوائل معروفة جدا، وهناك من خرج في وقت لواء الديب يعترف بأنه مارس حتى اللواء داخل الجامع وهو إمام جامع، وهذا الشيء غير صحيح، ونحن نعرف بأنه غير صحيح، ولكن يتم مساومته على شرفه وعرضه وبناته.